أقيمت بدار القوات الجوية فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الأفريقية الذي يناقش الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادي وأهمية الاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي. مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني كان قد وافانا بهذه الرسالة. نحييكم من معرض المجلس الدولي للمطارات الأفريقية الذي تم افتتاحه اليوم في دورته 71 تحت عنوان المطارات قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام. هذا المعرض الذي تستضيفه في هذه الدورة القاهرة وقد تم افتتاحه بمجموعة من العروض الفنية والفولكلورية. هذا المعرض يضم مجموعة كبيرة من المطارات الأفريقية تصل إلى نحو 270 مطار أفريقي، ويشارك فيه نحو 400 عضو من ممثلي المطارات الدولية والأفريقية، بالإضافة إلى 53 دولة أفريقية مشاركة في هذا المعرض وهذا المؤتمر الذي يناقش مجموعة من القضايا الملحة التي تخص المطارات الأفريقية. ومن بين هذه الجلسات والنقاشات التي سوف يتم استعراضها في هذا المؤتمر قضايا المطارات كمحور استراتيجي للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للمطارات والاستثمار فيها، وأيضا تبادل الخبرات بين مختلف المطارات المشاركة، وخاصة الأساليب والنظم التكنولوجية والاتصالات الحديثة في هذا الصدد. نحن نتحدث عن حدث وفعالية مهمة جدا تستضيفها القاهرة، وهذا الأمر أيضا يدل على ثقة المنظمات الدولية والإفريقية للمطارات وللطيران في المنظومة أو منظومة الملاحة الجوية المصرية، وأيضا قدرات المطارات المصرية على تنظيم هذا الحدث والاستفادة أيضا من مجمل الخبرات والرؤى المصرية في هذا الصدد. هذه الفعالية تستمر على مدار عدة أيام، بدأت اليوم بافتتاح هذا المعرض، ومن المقرر غدا أيضا أن يكون أو تبدأ مجموعة من الجلسات النقاشية لتبادل الخبرات بين مختلف الدول 53 المشاركة في هذه الفعاليات، والتي نتابعها معكم لحظة بلحظة حتى انتهاء هذه الفعاليات من هنا من القاهرة.